مهم جدا، وده عايزة أشدد عليه لكل الأسر المصرية. إحنا عادتنا سواء في أعياد القيامة المجيدة أو في رمضان، شهر رمضان المبارك، هي عادات مرتبطة بمزيد من الطعام ومزيد من الأكل ومزيد من العزومات. دي حاجات إيجابية، ولكن نراعي التباعد، وفي المحتوى الغذائي يصح إن إحنا نأكد على سلامة وصحة الأغذية اللي إحنا بناكلها علشان تقوي مناعتنا، خاصة وإحنا عارفين إن الجسم بيمتنع عن المياه لفترة طويلة. فأرجو ونشدد كل الأسر المصرية، كل الشباب، وإحنا بنتكلم على مجتمع أكتر من 65% منه تحت سن 30 سنة، أرجو إن إحنا نلتزم بالوجبات الغذائية، الإكثار من شرب المياه بين الإفطار والسحور. وأنا بخص الإجراءات دي أو النوعية دي من التغذية لنا كلنا، وكمان لأسرنا وأهالينا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل. الإكثار من شرب المياه بين الإفطار والسحور، تناول الفواكه والخضر الغنية بالألياف، خفض كمية الأطعمة السكرية والمصنعة. هنا تاني بأكد على الأسر المصرية، في الأعياد سواء أعياد الأقباط أو المسلمين بتكثر الحلويات، أرجو إن إحنا نستبدلها بفاكهة، نستبدلها بعصير فريش من الفواكه الطبيعية، نستبدلها بمزيد من السوائل الطبيعية، علشان ده يقوي مناعتنا ويخلينا أكثر قدرة على لو لا قدر الله تم إصابة حد فيروس الكورونا يقدر يتعافى منه ببساطة. التأكيد على التأكد من القدرة الصحية للصيام، يعني أهلنا من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، مراجعة الأطباء لو هم بياخدوا أدوية بشكل معين، لو الصيام مدة حيأثر على وظائف الكلى أو على السكر في الدم أو خلافه، ربنا أجاز لينا الإفطار. ممارسة التمارين الرياضية بعد الإفطار، يصح إن إحنا بعد الفطار نمشي على الأقل نص ساعة في اليوم، ده هيحسن الصحة العامة، وده مقصود بيه مش بس الشباب، مقصود بيه حتى كبار السن. كل ما كنت في مكان فيه تهوية وفي مكان مفتوح، وكل ما كنت بتمشي مشي هادي وبسيط، كل ما كان صحتك أحسن وعندك قدرة على التغلب على أي فيروس سواء كان كورونا أو أي أمراض أخرى.